الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا مدير يا مسؤول هالشي ماشي معقول يا وزير 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 يا مسؤول هالشي ماشي معقول. المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للثقافة بمدينة مكناس يطالب ويعاتب كذلك المدير الإقليمي للثقافة. لماذا وكيف؟ هذا ما سنسمعه على لسان إحدى الموظفات والموظفين منهم من يقول أنه تعرض لسوء المعاملة ومنهم من يقول أنه تعرض لطرد تعسفي. فبالدرجة إلى جينا نسول هاد الناس الموظفين أو الموظفات كيفاش داير الحالة ديال الثقافة في مدينة مكناس؟ هذا هو جواب حال الثقافة ووضعية الثقافة في مدينة مكناس. فعلا حنا ما بقيناش خدامين في إدارة، كأننا ولينا يعني نشتغل في واحد الضيعة ديال واحد الشخص يمتلكها ويعني يقوم بما يريد. اللي قلت له الأهواء ديالو كيديرها، لا من تنقيلات ولا من تعسف كلامي، بحيث تلقاو التعسف الكلامي يوميا. كاين اللي مرض، كاين اللي انا باش نقول لك واحد القضيه، جوج الناس راه حاطين شواهد طبيه ديال 10 ايام ما كيجيوش بسبب التصرفات وسوء المعامله ديال هذا الشخص هذا والضغط اللي يولد الانفجار. ان احنا هذه سابقه باش يكونوا وقفات احتجاجيه. انا كنشتغل منذ 27 سنه في الثقافه، عمر ما داروا وقفات احتجاجيه حتى هذا الشخص هذا اللي لا علاقه له ولا صله له بالثقافه، وحنا كل شيء يعرف كيفاش جاو تحط في هذه البلاصه هذه. فعلا انه اليوم انا افاجئ بعد ما اعلنا على الوقفه الاحتجاجيه، افاجئ بان المكتب ديالي اللي كنشتغل فيه تسد وبدون سند قانوني. وانا اتساءل يعني علاش سد عليا المكتب ديالي والاغراض ديالي كلها داخل المكتب، واناشد السيد الوزير انه يتدخل يحل لنا هذا المشكل هذا، لاننا نعرف ولنا الثقه الكامله في السيد الوزير انه باغي ينهضوا الثقافه، انه باغي الثقافه تكون محركه في المغرب كامل، وبغينا انه يتدخل يحل هذا المشكل باش نعاودوا نسترجعوا الحيويه ديالنا والحياه الثقافيه ديالنا. حنايا عارفين يعني تفضل انت شاف ميراج الكليب وميراج الدراما بس ديالي من اكبر ميراجات اللي كتعرف جهه كامله ماشي غير مدينه مكناس. فشنو هو المشكل عندكم على السيد؟ واش هناك حسابات بيناتكم او هناك ضغوطات؟ سمعنا ان هناك ضغوطات كيتلقاها السيد المدير من طرف اولا حنايا كي غنديروا نضغطوا على المدير، هو من يتصرف، هو من يحكم، هو من يتصرف في الميزانيه، هو من يتصرف في تنقيل هذا وذاك. حنا لا حيله لنا، حنا فقط نناشد الوزاره باش تدخل باش تحد من هذا الشطط السلطوي ديالو. انا شخصيا يعني اشتغل في المديريه بكل حب بكل قناعه، وما قدمته يعرفه الجميع. ممكن تدخلوا غير الصفحه ديالي ديال الفيسبوك غادي تشاهدوا كاع الانشطه اللي كنديروا، بالاضافه الى اخر نشاط درته وانا اتحمل مسؤوليتي فيه هو اليوم العالمي للموسيقى، واللي كانوا جوج ديال الانشطه، واحد حدا المعهد الموسيقي وواحد كان في ساحه لاكورا، درناه بجوج دريال. يعني نشاط اللي كان خصو يتقام بواحد المبلغ كبير جدا بعلاقات وبالحب ديالنا للمدينه، نشطنا المدينه في ذاك اليوم العالمي للموسيقى بجوج دريال. والسيد المدير لغد ليه يعاتبنا، تيقول لك لا انتم ما كتخدموش معايا، كتضربوني في ظهري، كتكتبوا عليا. الكتابه حق والفعل النقابي حق والممارسه النقابيه حق، لانه هو اصلا راه هو نقابي ووقع البلاغات باسمه. اذا لا يجب التضييق على المكتب النقابي. كنقابه نحن نمارس حقنا، واللي تظلم النقابه لازم تقول الراي ديالها ولازم تصدر البلاغات ديالها. لماذا تطالبون الان امامي؟ حنا السيد الوزير كنطالبوه باش يتدخل غير يحل هذا المشكل، يشوف لنا شي حد اللي نخدموا معاه، لان هذا السيد باب التواصل سد. يعني اللي ما كيهضر حتى مع شي حد، يعني حتى السلام ما تيقولوش. حنا السيد الوزير يجي يجلس معنا ولا يصيفط اللي غيجلس معنا ولا تجي للجنه. الا كنا حنا مخطئين نعاقب، حنا ما عندنا حتى شي مشكل اننا نعاقب، ولكن اللي كان مخطئ ياخذ الجزاء ديالو. نحن نشتغل بحب ونحب هذه المدينه ونحب هذا الوطن ونشتغل بجديه. شكرا.
هي انا موظفه ديبوي 1991 دخلت عنده ثلاثه الخطرات هو كيديني ويجيبني على سميتو على هذا كونجي ديالي ديال 2021 ماشي 22 باش لا غادي عند بنتي عندها واحد لوبيراسيون ديبول. دخلت عنده درت الاول ودرت الثاني والرؤساء المباشرين ديالي سيناولي راه عندي كل شيء دابا محفوظ وسميتو ملي جيت نقول له ملي جيت الثالث دخلت عنده قلت له حرام عليك انا ديما خدامه في القاعه وانتم المنابر الاعلاميه راه كتعرفوني ديما خدامه ديما في الوقت ديما ما ديما انا خدامه ليلا نهارا بعد انا فانيه عمري ليلا نهارا في هاد سميتو كنخدموا ليل نهار قلت له راه بنتي قال لي ما عندي ما ندير لك وزياده ملي عطاني الكونجي انا مقطعه البي ديالي لو 8 باش نمشي لفرنسا راه غنمشي هذا نشوف بنتي عندها فتحه باقا طالبه وما عندها حتى حد تما اذا بيا كيقول لي ما عندي ما ندير لك قلت له راه من حقي قال لي تنقول لك انا اللي كنحكم ملي انا حيت فاتحه على الكواطخ قال لي علاش كتغوتي قلت له انا مثلا هو تيستفزني فهمتي شي واحد اللي كيجلس ويقول لك تيستفزني هذا الشيء سأل لا بنتي ملي وقفنا داك الوقفه مع الناس كان كيضاهدهم هو دابا حنا دابا انا بنتي خدامه مع اول مندوبه في المغرب انا خدامه مع مدام بوجيبر اول مندوبه في المغرب انا ملي كانت المندوبه ديالي صغيره كنت 24 كتدخلني للبيك وكتقول لي انا نديركم نعاتبكم وملي تخرجوا على بيرو ديالي حنا تيسحبنا بحال الاب ديالنا فاذا به بحال اللي كيحاربنا ما عرفتش حنا ما عرفناش والله لالا ما عندنا حسابات وربي واقف راه انايا بعدا انا مراه معروفه في مكناس وانا مرات مسؤول وكنعرف المسؤوليه وراجلي راه خارجه دير هذه 17 عام من هذاك وكان مندوب ومهندس معروف في المدينه راه الناس كيعرفوني وكل شيء كيعرفني ولكن هذا السيد راه عينه تنطلبوه كان بعد شي خطرات كيبقى يقول لي تبعيني للبيرو ملي نتبعو يقول لي هزي كلينكس وديه للاصال زعما كيستحق بزاف بنتي بزاف وحنا كبار بنتي انا فيا اصلا فيا السكر فيا الطونسيون فيا وفاتحه على الكواط كناخذ الادويه في هذا ملي وطحت حداه انا اللي بقى فيا شتي وكان جاب الطبط عليا ما ملي مشيت لي زورجونس وجيت الانسانيه يجي يقول لي مدام صيفط لي كونتر فيزيت قال لي سيري ديري كونتر وهذاك الطبيب الله يجازيه فيه خير ديال كونتر فيزيت قال لي لا سيري ديري التحاليل وسيري راكي مريضه بزاف راه الطونسيون طالع لك راه بدا الطونسيون كيطلع واش حنا فنينا عمرنا في الثقافه ويجي واحد السيد يبدا يطلع لينا يبدا يطلع لينا الطونسيون نمرضوا انا مراه كبيره انا ما بقى لي والو التقاعد عمرك شي مسؤول ما هذاك وانا غنجيب انا خدمت في المغرب كامل غنجيب لاسنياتور ديال المسؤولين ديالي كاملين راهم هما يحكموا كاين التعسف الفضي والتعسف العمل بان ما بقيناش نعم انا موظفه هنايا تي كاين التعسف في الخدمه كاين التعسف بالكلام كاين التعسف بالخدمه ما بقيناش كنخدموا على راحتنا كنخدموا في ضغوطات كنخدموا خايفين ما عارفينش راسنا شمن قرار غيخرج به لان قرارات كاينه تعسفيه وهذا اختي هنا النساء بزاف والاغلبيه كيستفز النساء حتى تيخليهم كيفقدوا الوعي ديالهم ويطيحوا ديك كريز والله وديجا مؤخرا وحده طاحت بكريز وما تعاطف معاها ما داهاش فيها سد عليه في بيرو وقال لهم دبر راسها هو بالنسبه لهذه الوقفه من القرارات الغير مسؤوله ديال السيد المدير في حق الموظفين لا في المديريه ولا المعهد ولا جميع المصالح التابعه لوزاره الثقافه وحنا هذه الوقفه هذه يعني كندو بها علاش لان حتى حنا كممارسين للفن في المعهد الموسيقي بكناس اننا توصلنا بان راه حنا غير كنقصروا في المعهد وحنا غير حنا بالعكس حنا ناس اللي
دوزنا اكثر من 40 عام في المعهد الموسيقي وكونا اجيال وكنقوموا بواحد الواجب اللي كنشوفوه يعني جد جد مهم في تربيه الناس وفي يعني في انا كان الحركه الثقافيه في مكناس انها تكون يعني في مستوى عالي. وهذا الشيء اللي سمعناه وهذا الشيء اللي كنشوفوا هذا الشيء يعني يحز في نفسنا، فلهذا احنا ضامنين واقفين هذه الوقفه هنا ديال اليوم. كان طالبوا باننا يعني نخدموا في واحد الجو اللي يكون يعني هادئ وجو اللي يكون نخدموا فيه احنا كاملين مرتاحين والاساتذه يكونوا تعطى لهم القيمه ديالهم والموظفين كذلك. بالنسبه لهذا الشيء هذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لهذا الموسيقى الاندلسيه والمعهد حقيقه المدير ديالنا خصو يبقى كما هو، الحمد لله حنا ذوق ديال الاندلسي وذوق التراث وتنفتخروا بالفن ديالنا الحمد لله. اللهم لك المشكل ديالنا هو المدير ما خصوش يتحيد خصو يبقى.